لحد صباح النور يا ماما. صباح النور، كيف أمورك؟ صباح الفل، صباح الفل. يلا نبدأ حصتنا اليوم. ها نكمل درس إيش ماما؟ الشاشة البيضة مو مبينة. يلا بعدها، بعدنا بنصبح قاعدين. هلا مبينة؟ هلا مبينة؟ شايف الشاشة؟ عارف. قاعدين بنصبح بعضنا. أموركم تمام؟ طمنوني عليكم. كيف امتحاناتكم؟ امتحاناتكم تمام؟ تمام. شو عليك كل يوم امتحان؟ شو عليك كل يوم؟ دير. يلا تمام، خلينا نكمل درسنا اليوم. يلا حبايبي نكمل درسنا اليوم. يلا خلينا نعيد هيك دائما زي ما تعودنا. نعم ماما. أنا جاد تونا الفصل هذا، وأنت وأنا عندي قرطاسية يعني ما استخدمتها، هندسة بس ما استخدمتها. طيب إيش ما في؟ ما أخذنا هندسة، ما أخذنا رسم، جملة مفتوحة كله حل. أنا ما طلبتك إياها، لما نأخذ هندسة ما في هاي الوحدة، الوحدة هاي ما فيها هندسة، الدروس هذول ما فيهن هندسة، كانت في الفصل الأول. أوكي. أوكي. خليها لك للسنة الجاي. عادي. أوكي يلا. هذا جملة مفتوحة، إيش بدي أرسم فيها؟ مثلث ولا بدي ما في رسم ولا زوايا ولا إشي ولا فرجار أرسم دائرة، كل واحد معروف. يلا بسم الله نبدأ. يلا ماما نكمل الجملة المفتوحة وحلها. يلا أمي، هلا الجملة المفتوحة بدي أعرف اللي مبارح أخذناه، نعيد اللي كان راحت عليه كلمة أو ما انتبه أو إشي. يلا، هي جملة رياضية تحتوي، إذا جملة رياضية يعني فيها عملية زائد أو ناقصها، وتحتوي عددا مجهولا. شو رمزنا له مبارح؟ في مثلث، وتحتوي على عددا مجهول. العدد المجهول اللي ما بنعرفه بنحط محله مثلث، وبعدين بنجد قيمته، وإيجاد قيمة العدد المجهول، بعدين بنجد قيمته. الذي يجعل الجملة المفتوحة حتى تصير عبارة صحيحة. إذا أنا لما أجد حل إلها بتصير العبارة صحيحة. يعني أنا لما أكتب 6 ضرب 5 تساوي 30، تحولت من جملة مفتوحة إلى جملة صحيحة، تحولت إلى جملة صحيحة. تمام. وحلينا مبارح السؤال اللي في صفحة 70، في صفحة 70 اللي هو عن إيش؟ أعبر عن كل مما يأتي بجملة مفتوحة ثم أحلها. هنا جملة لفظية حولناها لجملة مفتوحة، جملة لفظية يعني بالكلمات. أي كيف أقولكم؟ حكيناها مبارح، 4000 تكتبوا ليها في القياسي، تجي بتكتب 4576 لفظي حكيتها، أنت بتكتبه قياسي. وهان نفس الشيء، كل كلمة بدي أفسرها عدد. ها شو عدد أضيف له؟ 9. ها عدد أضيف له، قلنا العدد مش عارفينه، حطينا محله مثلث. عدد شو أضفنا إله؟ 9. كان الناتج 17 وحليناها. في داعي أحلها مرة تانية؟ أحلها مرة تانية؟ لا. أذكركم فيها. يلا شو عملنا مبارح؟ عدد أضيف له، إيش أضيف له؟ 9. كان الناتج 17، كان الناتج 17. هلا إيش عملنا مبارح؟ شو حكينا؟ بدال ما أسأل حالي ما هو العدد اللي بجمعه مع 9، جينا حليناها حل. شو عملنا؟ نشطب على زائد 9. هاي وين بوديها؟ على الطرف الآخر، حتى أوجد قيمة المجهول، حتى أجد قيمة المجهول. الزائد لما صارت على الجهة الثانية شو بدنا نقول؟ 17 إيش بتتحول؟ إيش الزائد؟ إيش صارت؟ ناقص. يا عيني عليكم، ناقص 9. تمام. إذا إيش قيمة المثلث؟ إيش يساوي؟ 17 ناقص 9 إيش طلع؟ 8. تمام. إذا وإجينا إيش كمان؟ شو عملنا؟ التحقق. شو عملنا؟ التحقق. إيش عملت؟ أنا كتبت الجملة المفتوحة. خليني أحكي. إيش؟
أنا حكيت 17 ناقص. شوفة. نعم ماما. إيش؟ صفحة قديه؟ أنت درست الدرس امبارح؟ هينا بشرح اللي امبارح، لازم تقول يا مس أنا فاهمة. أنا شو حكيت لكم؟ بعرف هيك مين اللي بدرس ومين اللي ما بدرس. محمد لما بتسألني هاي امبارح حليناها، أنت معاي؟ أنا قاعد بعيد بس. طيب مش تسألني مس إيش؟ قولي يا مس أنت حليتيها امبارح وأنا فهمتها. مش تقولي يا مس أنت وين؟ يلا يا محمد كملي لي الحل، يلا أشوفك. شوف كيف بتحقق؟ بنضع الجملة المفتوحة كما هي، صح؟ صح؟ آه. تمام. هلا إيش طلعنا المجهول؟ شو قيمة المجهول؟ شو طلع قيمته؟ إيش طلع قيمته؟ هيا المجهول 8 اللي هو المثلث، هيا شو طلع قيمته المجهول؟ 8. إذا بنعوض مكان هذا المثلث لأني أوجدته 8، بشوف هل العبارة صحيحة أم خاطئة. 8 زائد 9 هل تساوي، هل هاي علامة سؤال، هل تساوي 17؟ شو بقول؟ 8 زائد 9 17 تساوي 17 تساوي 17. تمام تمام يلا احنا ايه احنا مو سامعين كويس صوت بي يعني انت من عندك النت. انت من عندك النت لانه انت صوتك بيقطع ماما. صوتك انت انت من وين بتحكي انت؟ انت وين موجود؟ ايه انت وين موجود؟ مسجل الحصه ماما، بتقدر تسمعها. امي الحصه مسجله حبيبي، تقدر تسمعها الحصه مسجله. يلا خليني اكمل. تمام الحصه مسجله ماما. في عنا واحده ثانيه على الجمله المفتوحه. يلا ضرب العدد 3. ضرب العدد 3 هيا ضرب العدد 3 في عدد ما. في عدد ما شايفين كان الناتج 27. معلش يا زيد تطفي المايك تاعك، خلي الاولاد يسمعوا. انا عبد الله. عبد الله طيب اللي عنده مايك يطفيه احسن ما اطفيهم كلهم. خليني اشرح، خلي الحصه هاديه، انتم بتجننوا بقى، رائعين دائما حبايبي، الله يرضى عليك. ويلا هلا ايش حكينا؟ في عنا حل كنا نحكيها زمان، نقول 3 ضرب ايش يعطينا 27. تمام يا اما احكي الجدول، اما هلا انا بدي اخذ على ارقام كبيره. اذا 27 كنا نعملها او اقول 27 تقسيم 3. لا هلا صرنا حل، هلا بتحلوا كل هذا انتم، بس انا براجع الدرس اللي كان راحت عليه نقطه يا ماما. اذا مننزل نشطب الضرب 3 ومننزل القيمة المجهولة اللي هو في المثلث تساوي 27. ايش حولنا القسمة الضرب لايش تتحول؟ لا قسمة. لايش تحولت؟ لقسمة. ايوة اذا 27 لحظة شوية خنزبط القسمة حبايبي. يلا تمام 27 تقسيم 3 ماذا يساوي؟ ايش يساوي محل المثلث؟ شو بدي احط؟ يساوي 9. ايش يساوي؟ 9. تمام اذا شو قيمة المجهول؟ قيمة المجهول طلعت 9. اذا كيف تحققنا التحقق حتى تعرف حلك صحيح او لا يا ماما؟ بكتب الجملة المفتوحة زي ما هي، 3 ضرب مجهول اللي هو مثلث يساوي 27. باجي 3 زي ما مكتوبة بكتب، 3 بنزلها كما هي، الضرب بنزلها كما هي، مكان المثلث إيش بدي أضع؟
تسعة مكان المثلث شو بدي أضع؟ تسعة. ثلاثة ضرب تسعة شو بتعطينا؟ 27. هلا بعدني أنا ما حليتها، أنا حليتها. هلا بسأل حالي، هل ثلاثة في تسعة تساوي 27؟ بنزلها 27 ثلاثة في تسعة تساوي 27. إذا شمال حلك صحيح. يلا هلا أعبر عما يلي. يلا يا معتز النجادة، معتز الوخيار النجادة صح؟ معتز. يلا يا ماما أتحقق من فهمي. أول واحد يلا، عدد طرح منه. يلا عدد طرح منه. شو بنحكي؟ مش سامعك يا ماما. ناقص 45. أيوة مثلث يا عيني عليك، طرح منه خمس عدد، ها عدد مش عارفينه، طرح منه 35. 45. تمام 45. يلا 45 كان الناتج ايش؟ 31. يلا شو بعمل؟ ايش بحكي هلا يا معتز؟ ايش؟ نشطب على ناقص 45. ناقص 45 تمام. هيها وين منوديها؟ على الطرف الثاني الاخر، على الطرف اللي بعد اليساوي. شو بصير؟ شو بتتحول اشارة الناقص لايش؟ شو بتصير؟ زائد يا عيني عليك، زائد 45 تمام. ايش بيعطينا المثلث؟ ايش يساوي؟ نجمع يلا، خمسة يلا، واحد وثلاثون زائد 45 يساوي 76. ستة خمسة زائد واحد ستة تمام احسنت. ستة واربعة عشرات مع عشرات، اربعة زائد ثلاثة سبعة. شكرا لك، كويس. يلا يا انطون آية جمعة آية. يلا يا جاد يلا ماما جاد. نعم ميس. يلا خليك معاي بسرعة، لازم بس أقول جاد تكون جاهز، كلكم جاهزين، ما هي أسماءكو عندي. يلا يا ماما قسم. يلا أمي. يلا نعم ميس. قسم يلا اقرأ السؤال، أنا بساعدك. يلا ماما. قسم عدد، مش قسم، قسم. اقرأ مزبوط، قسم. قسم عدد على اثنين فكان الناتج يساوي 21. يلا كيف بدي أعمل الجملة المفتوحة؟ قسم، شو معنى قسم؟ قسم عددها، عدد على. إذا إيش مين بدي أكتب بالأول؟ قسم عدد على اثنين. يلا شو أكتب؟ مثلث. أيوة قسم عدد على، شو معنى العلى؟ قسمة على إيش؟ اثنين. على اثنين كان الناتج ماذا؟ 21. يا عيني عليك. يلا شو بعمل هلا؟ 42. لا تعطيني الجواب، أنا ما بهمني، استنى. شو بنعمل أول خطوة؟ نحذف إيش؟ نحذف اثنين. تمام، هي نزلنا المثلث، وين منوديها؟ وين منوديها؟ عند مين؟ تقسيم، وين منوديها؟ بعد اليساوي، شو بتصير إشارتها؟ شو بتصير؟ ضرب. إيش؟ ضرب. ضرب، أيوة، 21 ضرب إيش؟ ضرب اثنان، 21 ضرب اثنان. إذن المثلث شو بعطينا؟ إيش يساوي؟ 42. أيوة اثنين، كيف ضربنا؟ 21 ضرب اثنان، اثنين ضرب واحد اثنان. اثنين ضرب اثنين أربعة. أيوة اثنان واثنين ضرب اثنين أربعة، أحسنت، شكرا لك.
إذن 42 42 شكرا لك. كويس يلا يا جريس. جريس ماما. نعم مس. يلا حبيبي يلا. هذا مثال. خليني أحكي أنا، استنى شوية. تبرع رائد بمبلغ من المال ادخره سابقا. تبرع رائد بمبلغ من المال ادخره سابقا وأضاف إليه. إذا في مبلغ رائد ادخره يعني وفره. شو معنى كلمة ادخره؟ يعني وفره. وأضاف إليه والده، يعني أضاف يعني زائد، يعني أعطاه والده عليهم كمان 16 دينار، فأصبح المبلغ 20 دينارا. أعبر بجملة مفتوحة، يعني أنا بدي أعرف المبلغ اللي كان مدخره رائد. إذا كان رائد تمام. إذا كان رائد مدخر مبلغ، أعطاه أضاف إليه أبوه 16 دينار، أصبح المبلغ اللي تبرع فيه 20 دينارا. شو بدي أعمل؟ تمام. شو بدي أعمل؟ يلا يا جريس. إحنا لازم نشيل الزائد ونحولها إلى ناقص. زائد 16 كاملة بنشطبها تمام، وبتتحول للطرف الآخر. إيش أكتب؟ ناقص 20. أيوة 20 ناقص 16. إذا شو قيمة المثلث؟ ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ 4. شكرا لك. شكرا. يلا يا محمد الوخيان، أتحقق من فهمي؟ صفحة 72. يلا اقرأ لي السؤال. يلا ماما. في اختبار للرياضيات أجابت برا إجابته صحيحة عن 12 سؤالا. إذا 12 سؤال عنا علاماتها متساوية. يعني أنا لما أحط، استنى خلنا أحكي بس أوضح، إنه أنا لما أحط امتحان دائما بحط لكم السؤال الأول عليه علامتين، السؤال الثاني علامتين، السؤال الثالث علامتين، أو علامة علامة علامة. هو الأستاذ اللي حط الامتحان حط 12 سؤال، حط العلامة متساوية عليهم تمام. وحصلت يلا كمل. وحصلت علامة 36. اكتب أيوة. جملة مفتوحة تعبر عن علامة كل سؤال. يلا تمام. اذا ايش بدي احكي؟ كم عندنا سؤال احنا؟ 12. عارف انا على كل سؤال كم علامة؟ لا. اذا حطت علاماتها متساوية على كل سؤال، العلامات متساوية على كل سؤال. ايش طلع لما المس جمعت العلامات؟ شو طلع جوابها؟ شو طلع ماخذة علامة؟ 36. ماخذة 36. اذا على كل علامة كم كانت حاطة المس؟ على كل سؤال كم كانت حاطة؟ عندنا 12 سؤال، يعني على كل سؤال شو بدها تكون واضعة؟ تمام؟ هلا بدل ما انا اجرب اقول 12 في 1 12، 12 في 2 24، 12 في 3، لا بحلها حل، نشطب على الضرب 12 وبنحطها ايش؟ بننزل المثلث. طلع علي. بنحط اللي يساوي 36. ايش بحط؟ زائد ايش؟ مش سامع انا. تقسيم. احنا ضرب، ما احنا ضرب. شو عكس 12 تقسيم 36؟ 3. 36 تقسيم 12 الكبير على الصغير يا أمي. إذن المثلث يساوي 36 تقسيم 12 3. تمام يساوي 3. يلا شكرا لك. كمان مرة أحكيها. طلع علي، عندنا 12 سؤال مش عارفين كل علامة. هلا لو أنا حطيت لك كل سؤال عليه علامتين شو بدك تقول؟ 12 ضرب 2 24. هو ما أعطاني على كل سؤال كم علامة، بده ياني أعرف. لما جمعت المعلمة علاماته طلعت على كل سؤال ماخذ هو 3 علامات، وطلع علاماته مجموع علاماته 36. شطبنا على الضرب وصارت قسمة. لما أحولها على الطرف الثاني قسمة. شكرا لك يا محمد. يلا يا جوليا. جوليا اسمع. إيش أمي؟ اسأل. ميس. نعم صح، انت كتبتي 12 اول
ماشي صح، وبصير العلامة في 12 بصير، لأنه عملية الضرب تبديلية 12 في مثلث أو مثلث في 12، بس قلت لكم الجمع وإيش والضرب، لكن الطرح ما بصير، بدي أركز في الطرح مين اللي بالأول. تمام؟ خلاص وصل سؤالك ماما؟ صوت المايك عندك بقطع حبيبي. يلا هلا احل واتدرب. يلا يا جوليا، جوليا حبيبتي، جوليا يلا يا جوليا، يلا اقرأي لي وعبر. جوليا نعم يا ماما، عبر كل ما ياتي. يلا بدي احلهم هنا. تمام، اول واحدة يلا. أعبر من كل ما يأتي بجملة مفتوحة ثم أحلها. تمام يلا أول فأصبح الناتج 16. فأصبح الناتج، يلا إيش أحكي؟ أضيف العدد 7 إلى، أضيف العدد 7 إلى عدد ما، أضفت 7 إلى عدد ما، إذا مين أول؟ يلا أضيفة، شو معنى أضيفة؟ احكي لي زائد. شو معنى أضيفة؟ طرح ولا زائد ولا ناقص؟ زائد. زائد. تمام. ليش وهي وهي شاطرة؟ لا في واحد دور. لا ماما لا، هي بتتاخذ دورها إذا سمحتوا. أضيفة يلا يا أمي حبيبتي، يلا ماما خليكي معاي أنت. أضيفة العدد 7، أضيفة العدد 7 إلى عدد ما، إلى إيش؟ عدد ما، فأصبح الناتج 16. يلا إذا إيش بحكي؟ أضفنا 7 لمين؟ للعدد ما. يلا شو بدي أضيف له؟ زائد إيش؟ يلا يا جوليا 9 ولا 7 مالك؟ ما تعطيني الجواب، ما تعطيني الجواب، ما بدي الجواب من حلها أنا وياكي. أعطيني أول إشي الجملة المفتوحة، كوني لي الجملة المفتوحة بعدين ثم أحلها. أول إشي بدنا نكون جملة مفتوحة ثم أحلها يا ماما. يلا أضيف العدد 7 إلى عدد ما، إذا أضفت له إيش؟ 7. شو أصبح الناتج؟ عدد ما. إيه؟ وين رحت يا جوليا؟ جوليا 16. إذا كمان مرة، أضيف العدد 7 إلى عدد ما، أصبح الناتج 16. نعم الزبلاية 9. إيش؟ ما بدنا هلا خلي، يلا كيف منحلها يا جوليا؟ نشطب عمين؟ على الزائد، على الزائد 7. احكي كامل مش بس على الزائد، زائد 7 كاملة. وين منوديها؟ منوديها وين؟ على الطرف الآخر. إذن بتصير إيش؟ ناقص إيش؟ ناقص إيش؟ 7. ناقص 7، تمام أيوة. إذن مثلث يلا تساوي 16، قيم منها 7 شو بتعطيك؟ 9. شكراً إليك. يلا اللي وراه، يلا يا محمد الفاعل. محمد بقرأ أسماء وعلى الكل بوزع، من فوق ومن تحت بقرأ. أمي حبايبي يلا السؤال الثاني. يلا يا ماما يلا حبيبي. ضرب، يلا ماما الثانية. ضرب ضرب عدد في 6 فأصبح الناتج 120. يلا إيش ضرب عدد؟ شو معنى ضرب؟ يعني ضرب صح؟ ضرب عدد في 6، ضرب عدد، عارف العدد أنت؟ يلا لا ما تعطيني انت، سوي شيء كون لي الجمله المفتوحه. ضرب عدد في 6، يلا ضرب ايش؟ ضرب ايش؟ ضرب 6. ضرب 6 ايوه. اصبح الناتج ماذا؟ اصبح الناتج 120. يلا 120. اذا اول شيء لازم اكون الجمله المفتوحه. يلا شو اعمل هلا؟ هسيب اسبع من المثلث. مننزل المثلث. ومنشطب على مين؟ نشطب على الست. ضرب 6. ضرب 6 رائع ايوه. شو بتصير؟ 100. تصير 100.
ميو إيش؟ مية وش اسمه؟ ومية وعشرين. مية وعشرين إيش؟ إيش نحول الضرب؟ اللي إلى قسمة. قسمة، رائع، تقسيم ستة، أحسنت. إذا بتصير مية وعشرين تقسيم ستة. خلينا نقسمها هان، مية وعشرون تقسيم ستة. لناسي القسمة هي بذكره، واحد تقسم على ستة، لا نأخذ 12 على ستة، اثنان، اثنان ضرب ستة 12، من نقص اثنين ناقص اثنين صفر، واحد ناقص واحد صفر، مننزل الصفر هذا أساسي، صفر تقسيم ستة نزلناه أساسي. اثنين عشرين، إذا تمام، أحسنت، شكرا لك. عشرون، شكرا، تمام. يلا يا رؤول، رؤول، يلا يا رؤول، يلا يا ماما اقرأ للثالثة. يلا الثالثة، طرح العدد أربعة، طرحة، طرحة، طلع على في ضمة، طرحة، طرح العدد أربعة من عدد ما فأصبح الناتج 23. أيوة، طرح العدد أربعة من، انتبه انتبه، حكيت لكم ميزنا مبارح، طرح العدد أربعة من مين طرحنا الأربعة؟ من العدد ما، من عدد ما، إذا مين بالأول؟ مين نحط بالأول؟ نحط بالأول؟ الأربعة ولا المجهول؟ طرح العدد أربعة من مين قمته أنا؟ من مين؟ من عدد ما، إذا مين بالأول بيكون؟ 23. ما كيف ثلاثة؟ أصبح الناتج، شو معنى أصبح الناتج؟ يعني يساوي 23. طرح العدد ثلاثة من مين طرحته أنا؟ قمته أربعة. من عدد ما، إذا مين اللي بيكون الكبير؟ العدد ما، انتبه ركز، طرح العدد أربعة من عدد ما كان الناتج إيش؟ إذن هي طرح الأربعة من العدد، كان الناتج إيش يا رؤول؟ 23. ركز، طلع عليها، ما في أكثر من هيك تركيز. طرح العدد أربعة من مين طرحته أنا؟ لما أقول لك قمت أربعة من 20، شو بتقول؟ 20 ناقص أربعة، هاي معناها طرح العدد من العدد المجهول، من عدد ما مش عارفيته أنا. يا ماما وصلت؟ أوكي، بس وصلت؟ إيش ماما؟ سؤالي إنه هسه كيف رح يعني أنت كيف تعرفي العمليات؟ ما هي طرحة، شو معنى كلمة طرحة؟ ناقص. مش طرحة، بس كيف يعني رح تجيب الجواب؟ لأنه مثلاً هاي ضرب عدد في ستة فأصبح الناتج 120، كيف عرفتي إنه العملية ضرب؟ كيف أنا عرفت؟ هي هيك، أنا بدي بصير أقول طرح العدد ستة وطلع الناتج 120، بطلع عندي الجواب 113، عادي العملية اللي بدي إياها أنا، أنا بكون المعلم مرتبها شو بده، ضربة ولها، أنت بتحلها معادلة، سواء ضرب العدد ما إلك، بقدر أحول هاي، جمع العدد ستة فأصبح الناتج 120، شو العدد اللي بتجمعه لستة بعطيك 120؟ بقدر، أي بقدر أحطها جمعة، أنا حرة شو العملية بدي إياها، بحلها حسب العملية المطلوبة، مش إنه هذا العدد ستة دايما بس للضرب، لا، جمع العدد ستة إلى عدد ما أصبح الناتج 120، إذن بقدر إني أحط 114، أي 114 زائد ستة بعطيك 120، عادي زي ما مكتوبة، ضربة 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 عدد ما، ضربنا عدد ما في ستة، هاي جملة أنت بتعبر عنها بعملية وبعدين بتحلها. وصلت؟ خلاص. يلا، طرح العدد أربعة من عدد ما، قمت الأربعة من العدد. يلا كمل. كملها يلا. هذا ناقص
على الناخذ تصير زائد. ايوه بنحولها. خليني بس شوي اوسع لك شوي ماما. هذا كان سؤالي. ايش؟ كيف راؤول عرف انه رح تصير زائد؟ يمكن تصير قسمه او ضرب. لا ما هي شو حكينا، انت تابعت الدرس امبارح، قلنا الزائد بتتحول لناقص والناقص بتتحول لزائد، عمليه عكسيه بتصير، والناقص بتصير زائد. ليش؟ انت لما تقول طلع علي، هلا لما تقول 4 زائد ايش؟ يساوي 6، شو بدك تقول؟ شو بدك تقول؟ 2. كيف عرفت؟ اللي هي 6 ناقص. طيب هاي هي، كيف بصير انا اضرب؟ بصير انا اضرب؟ هذا جمل مفتوحة اخذتن من صف ثالث حبيبي. يلا. تمام. لا ما هي الزائد لا معلش لحظة شوية، بدك تعرف يا ماما انه الزائد عكسها ناقص والناقص عكسها زائد، هذا بنسميه انه احنا نظير ضربي ونظير جمعي اللي هو عكس الإشارة، الضرب عكسها قسمة والقسمة شفت قسمة بتحولها لضرب وبس. يلا يا راؤول، يلا ماما اسفين يا راؤول، معلش في كان اسئله حلوه الاسئله. تمام يلا اذا نشطب مين؟ نشطب الاربعه ناقص 4. ايوه شو بتصير؟ 23 ناقص 4. تمام اذا المثلث ايش دي يطلع قيمه المجهول؟ يلا ننقص 23، مين نقصها؟ نقصتها 27 17 اسم الله 17. تمام ليش ممكن احكي ايش؟ ليش ممكن احكي احكي يا ماما ايش يا امي؟ 23 ناقص 4 19 ايه؟ لازم هيني ده نقص له اياها، هيني ده فرجيه طلعوا مش خطأ. طيب يا ماما هيا اذا ايش هي؟ بس الناقص بتحصل يا عيني على لحظه شوي اوكي لا حكاها هو مضبوطه بس انا عبد الله اللي قلتها. شاطر ما شاء الله عليك. يلا زائد لاني انا حكيت له 27 مش عاد انا احل اللي بعدها. يلا ماما في اسماء وفي دور وفي علامات. لحظة شوي إذا زائد هي هو حكاها ناقص 4. رؤول خليك معاي أنا بدي أشوفك. رؤول انتبه لما أكتب العبارة قل لي مس أنت غلطتي، بدي أشوفك أنت معاي ولا لا. انتبه انتبه يا أمي. يلا إذا 23 زائد 4 شو بتعطيك؟ 23 زائد 4 27. 27 أنا حكيت لك 27 بس أنت ما رديت علي. 27. أنا بدي أكتبها هسه غلط وبدي أشوف بتنتبه علي كأنك أنت بتحل قدامي. يا أمي انتبه. شكرا لك يا رؤول، شكرا. يلا المسألة الرابعة رؤول جاوب. يلا يا محمد الفايز جاوبت؟ محمد الفايز محمد مش إيه جاوب. مرة جاي فيه أنا حرجع أحل. مين انت؟ فيصل. فيصل اجيت. طيب يا فيصل يلا حل لي الرابعة. يلا اوكي يلا يا فيصل خلي فيصل جاوبت هلا هي طلعت على العلامة طلعت. يلا يا فيصل حبيبي يلا الرابعة. يلا يا عدد الماء على 2 فأصبح الناتج 88 مثلث قسم 2 يساوي 88. يا عيني عليك. ايوه قسم ايش؟ عدد على شفتي يا جوليا حبيبتي قسم عدد ما على 2 فاصبح الناتج 88. اصبح الناتج 88. يلا شو بنعمل؟ مثلث قسم 2 يساوي 8
88 الناتج مش 8. شو بنعمل هلا؟ مثلث يساوي 88 ضرب 2 يساوي 100. هلا شو بنعمل في القسمة؟ استنى احكي لي شو بنعمل في قسمة 2؟ نشطبها. قل لي احكي لي، الاولاد مش عارفين، انتم يعرفوا، انت كانك استاذ تشرح لي. قول يا مس احذفي القسمه، ايش عكس القسمه؟ تحول الى، ايوه هيك بدي اسمع صوتك. 88 ضرب 2، يلا شو بعطينا؟ كيف ضربنا 88 ضرب 2؟ 2 ضرب 8 16، و2 ضرب 8 16، 1 17. اذا ايش بيطلع الناتج؟ ايش بيطلع المثلث؟ 176. ايوه شكرا لك، شكرا لك. يلا يلا يا رغد، رغد العدوان، رغد حبيبتي، رغد. نعم نعم. يلا يلا يا ماما، ما خليكم معاي الحصه، مش انا عندي 100 صوت، بصيرش، لازم معاي تكونوا. يلا حبايبي يلا. أضيف العدد 5 إلى عدد ما فكان الناتج يساوي 7 ضرب 4. تمام يلا بدي أكون معادة، أكون جملة مفتوحة زي ما مكتوبة، بدي أكون حبيبتي. أضيفة، شو معنى كلمة أضيفة؟ يعني زائد. أضيفة زائد العدد 5 إلى عدد ما، زي ما هلا حليناها، فكان الناتج، يلا أضيف عدد إلى مين؟ لمين أضفناه؟ أضيف العدد 5. أيوة، فكان الناتج، شو طلع الناتج؟ 7 ضرب 4. 7 ضرب 4، تمام 7. أوكي خلنا نكتبها هنا، يلا مثلث ضرب ولا زائد؟ زائد 5، كان الناتج 7 ضرب 4. يلا كيف بدي أحلها؟ كيف كان الناتج 7 ضرب 4؟ طب ما هلا بدنا نحلها، أنت كيف شو اسمه؟ إيش يا ماما؟ بدنا نحلها. تمام يلا، من لخبطكو فيها. اوكي يلا هيها، يلا يا رغد شو بنعمل هلا؟ هسه بدنا نقيم الخمسة، نشطبها 5 زائد. اي لا قبل ما هذا، في عنا إشي مبين عنا، إيش مبين عنا؟ هاي هانا الجهة اليسار واضحة عندي، 7 ضرب 4، شو بطلع جوابها؟ قديش 7 ضرب 4؟ 8 28. 28 يلا. إذا قبل ما كيف أنا بدي أودي هاي عند هذولا؟ طب ما أنا هاي بقدر أطلع ناتجها، بقدر ولا لا؟ هو ما كتب لي اياها، فرقها هو. اذا بقدر اوجد ناتجها، بما انه عددين معروفين في الطرف الاخر، بقدر اطلع لهم جوابها. صارت عندي المعادله سهله هلا، مثلث زائد 5، مو هيك اسهل لك؟ اذا قبل ما احذف، لانه ما اعطاني اياها فورا 28، بدي اشوفك حافظ الجدول ولا لا. قال لك 7 ب4، دائما بتطلع على الطرف اللي فيه كل المعطيات، وأعطيتكم إياهن بثالث لما كنا نحل على اللوح أسئلة، بتذكروه؟ نحكي ناخذ الجهة اللي موجود فيها كاملة، فيها العملية، فيها ضرب أو هاي. يلا إذا هلا بقدر أحلها، شو بعمل هلا؟ بشطب على مين؟ على 5 زائد 5 يعني عليك، شو بتصير؟ منزل المثلث، أيوة منزل 28 ناقص 5، إذا إيش بعطيني؟ هاي 28 ناقص 5، اللي ناسي الطرح هينا، آحاد تحت الآحاد، عشرات كأنه هان في صفر، 5 ناقص 8 ناقص 5 3،
2 ناقص 0 بننزل 2. إذا إيش طلع المثلث؟ يساوي 23. شكرا لك، كويسة. يلا البراء. كمان لؤي، لؤي موجود. كاترين، كاترين، فيصل جاوب، عبد الله أبو الغنم، عبد الله. يلا سؤال 6، عبد الله أبو الغنم. يلا ماما يلا. قسم ما على العدد 6، ناقص 7 مطروحا منه 1. يا عيني عليك. يلا كمان زي هاي. يلا إذا قسم، شو معنى قسم؟ ها تقسيم. يلا شو بدنا نحط؟ قسم عدد ما على العدد 6. يلا حط العدد 6. أول إشي مين أحط؟ قسم عدد ما على العدد 6، مين أحط؟ التقسيم. أحط التقسيم. أول إشي مين القس؟ قسم عدد ما المثلث. أيوة، قسم عدد ما على على العدد 6 مثلث. يلا مثلث. أيوة تقسيم مثلث تقسيم 6. 6 أيوة. 7 ناقص 1. استنى 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 شوية، كتبنا محل الست 2. يلا إذا 7 تقسيم 6 تساوي، فكان الناتج 7 مطروحا منها 1. شفتوا كيف؟ 7 طرحنا منه 1، يعني مبينة 7 مطروح منها 1. كيف بدي أحلها؟ يلا تمام. إيه؟ 6 بدل الـ7. إذا نقدر هاي العملية متوفرة وكاملة، أطلع جوابها كامل. 7 ناقص 1 6، رائع. وبرجع العملية كما هي. أيوة تقسيم. نلاحظ إنه الإجابة متساوية. لا مش إنه متساوية، لا لسه. هلا في عندك شو العدد اللي بقسمه على 6 أعطاني 6، إذا إيش بدي أشطب على مين؟ على التقسيم. تقسيم 6، وإيش تصير في الجهة الثانية؟ إيش تصير؟ ضرب. يا عيني عليك، 6 ضرب 6. ها ما تقول لي متساوية، أنا ما فيها مش متساوية، أنا في عملية. انتبه يا ماما حبيبي. 6 ضرب 6 6 3. يلا 6 ضرب 6. أيوة إيش طلع لنا؟ 36. إذا إيش طلع المجهول؟ 36. شايف كيف؟ إذا طلع 36. شكرا لك. إذا حكينا 7 ناقص 1 6، وبعدين عملنا 6 في شطبنا على التقسيم 6 صارت 36. شكرا لك. يلا يا زيد الشعلان، زيد الشعلان. يلا يا ماما. يلا زيد. يلا ماما زيد. يلا سؤال 7. يلا يا ماما سؤال 7. زيد زيد مو معنا. طيب زيد الهاشم. يلا ماما زيد الهاشم. يلا أمي. يلا مجموع عمري. عمري لانا وأخيها سعيد 19. فإذا كان عمر سعيد، عمره سعيد، قديش عمره؟ سعيد 5 أعوام. أيوة. فكم عمره لانا؟ استعمل جملة مفتوحة للحل. يلا يلا أوكي يلا. يلا مس. أولا الرقم يعني من الرقم الأكبر شيء 19. لا 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 مو هيك، أنا حكيت هيك، هانا جملة بتفسرها زي ما مكتوبة، ما في عنا أحط أكبر أو أصغر أو ها. شو مكتوب؟ مجموع عمري لانا وأخيها. في عنا واحد اسمه بنت اسمها لانا زائد مجموع. شو معنى مجموع؟ عمري لانا وأخيها سعيد، هي أخوها سعيد. قديش مجموع عمري هما؟ قديش؟ 19. تمام.
فإذا كان عمر سعيد، محل سعيد شو بدنا نحط؟ كم عمره؟ خمسة. شو عمر خمسة. سعيد؟ طيب خمسة. فكم عمر لانا؟ إذا محل لانا شو بدي أحط؟ يعني مثلث. يا عيني عليك. إذا عمر سعيد ولانا لما جمعناهم إيش طلع عنا؟ 19. يلا هلا بدنا نحلها. صعبة؟ يلا لا. شو بنحلها؟ مثلث زائد يلا. خمسة يساوي 19. شو بنعمل؟ أولا نشطب الخمسة زائد خمسة مع الإشارة. ها نشطبها وين بتصير؟ زائد خمسة. أيوة بتصير ها ناقص خمسة. مثلث يساوي ناقص 19. جيب منها خمسة شو بعطيك؟ يلا يلا خلص آخر مسألة خليه يكمل حرام. تسعة ناقص خمسة 14. إذا عمر لانا قديش؟ 14. لانا يساوي 14. يا عيني عليك. شكرا لكم، رائعين 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 يا رابع باء، انتم ممتازين عن جد مش مجامل. يعطيك العافيه، كلكم شاطرين متابعين. يعطيك العافيه. عن جد حصصكم حلوه 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 دائما. شكرا لكم. ان شاء الله نشوفكم عخير عخير ان شاء الله. هلا حبايبي هلا حبايبي.